هل كودك فلست؟ تقريبا محدش بيتكلم عن فكرة انك تتطور وتحاول تجدد من نفسك الا لما بيحكي لك حكاية افلاس كودك بعد 100 سنة شغل. القصة فعلا ملهمة، بس الحقيقة ان كودك ما فلستش. لو ما كنتش تعرف تعال احكي لك. سنة 1892 أسس جورج إستمان شركة لمعدات التصوير في نيويورك وسماها كودك. ولما بدأت كودك أول حاجة عملتها هي إنها غيرت قوانين السوق اللي كانت بتقول وقتها إن الكاميرات حاجة غالية بتاعة الأغنياء والشركات بس. بس هي قررت تغير المفهوم ده وتخلي كل واحد في العالم يقدر يشتري كاميرا. وكانت الاستراتيجية بتاعتها إنها تنتج كاميرات جودتها عالية وسعرها معقول، حتى لو هامش الربح بتاعها بيكون قليل. ورغم هامش الربح القليل من بيع الكاميرات إلا إنها عملت أرباح ضخمة، وصلت سنة 1966 ل 2 مليار دولار، وفي 1972 ل 3 مليار دولار. طب ازاي؟ اقول لك ازاي. كودك عملت خطة في منتهى الذكاء، وهي انها تبيع الكاميرات بهامش ربح قليل عشان تحفز الناس ان هم يشتروا الكاميرا. ما الكاميرات بقى سعرها معقول بعد ما كانت غالية جدا، وتبيع افلام التصوير واوراق الطباعة والاكسسوارات بهامش ربح عالي جدا، لانك كده كده اول لما هتشتري كاميرا هتحتاج ان انت تشتري الحاجات دي. يا ولاد اللذينه مش سهلين برضو. الخطه نجحت، وكودك مش بس قدرت تبيع الكاميرات بسعر قليل وفي نفس الوقت تحقق ارباح كبيره، دي كمان سيطرت على الجزء الاكبر من السوق الامريكي والعالمي، وفضلت لوحدها على عرش صناعه التصوير في العالم لمده 100 سنه. المدهش ان السبب اللي خلى كودك رقم واحد في العالم لمده 100 سنه هو نفس السبب اللي دمرها، وهو تغيير قوانين السوق. لأن سنة 1975 مدير كبير في كودك لقى مهندس اسمه ساسون قاعد مش بيعمل حاجة، فاداله شوية شيبات صغيرة كده إلكترونية من نوع جديد وكاميرا، وقال له اعمل بيهم أي فكرة تساعدهم في البيع. فاشتغل عليها وطلع فكرة أول كاميرا ديجيتال، ولما قدم اختراعه للشركة الشركة رفضته لأنها كانت شايفة أن الموضوع ده هيفشل وأن الكاميرات هي الكاميرات التقليدية وليها مستقبل كبير. الفكرة اللي رفضتها كودك بشدة اشتغلت عليها شركات كتير زي فوجي وسوني وغيرها، وبدأت كل حاجة تتغير، مفهوم التصوير، نوع المستهلكين، شكل السوق. وبدل ما تقتنع كودك أن قوانين السوق بتتغير مع تطور التكنولوجي، وقفت سنين طويلة تدافع عن الكاميرا الفيلم، وده خسرها كتير لأنها لما جت تبدأ في تصنيع الكاميرات الديجيتال كانت متأخرة جدا، وكانت شركات تانية عملت اسم كبير وبنت ثقة مع العملاء. وللأسف ما قدرتش كودك إنها توقف خسائرها بعد ما كل الناس بدأت تتوجه من الكاميرات الفيلم للكاميرات الديجيتال. وفي 2012 قدمت طلب إفلاس للحكومة الأمريكية، وعشان الحكومة تمنع إفلاس شركة عريقة زي كودك ادتها قرض ب 950 مليون دولار، وبيهم قدرت كودك انها تكمل، بس حصرت شغلها في اكسسوارات الكاميرا وطباعة الصور وما فلستش. الغريب في القصة فعلا ان كودك اللي سيطرت على اسواق العالم 100 سنة عشان فكرت بره الصندوق وغيرت قوانين السوق، هي نفسها اللي حبست نفسها جوه الصندوق وماتت مخنوقة عشان ما قدرتش تستوعب ان قوانين السوق بتتغير. تفتكروا لو كانت كودك وافقت على تصنيع اختراع ساسون كانت هتبقى فين النهاردة؟